مرحبا بكم متابعين. إثر عمل استعلامي تم الكشف عن شبكة تهريب ضخمة التهريب العملة في تونس اللي قيمة المحجوز فيها يفوق 7 مليون دينار، وتتمثل المعلومات اللي أفادت بها فرقة أبحاث الديوان اللي قالت أنه فما مواطن تونسي مقيم بالخارج قام بتهريب مبالغ ضخمة من العملة وقام بإخفائها بمحل كائن بأحدى ضواحي العاصمة، اللي وبعد اكتشاف الحاجة هذه تم التنسيق مع النيابة العمومية بمداهمة المحل المذكور، وتفتيشه تم العثور داخله على مبالغ هامة وضخمة من العملة التونسية والأجنبية اللي تفوق 4 مليون دينار. الشيء هذا كان أشبه بصدمة كبيرة، اللي وأيضا تم العثور على 3 سيارات فاخرة للغاية. السيارة الأولى هي سيارة مايباخ الباهظة الثمن اللي قيمتها تتجاوز 2 مليار دولار، والسيارة هذه تتباع الكبار الأثرياء حسب الطلب ومش أي مواطن ينجم ياخذها. السيارة الثانية BMW M8، تعتبر من السيارات الرياضية الأكثر غلاء في العالم واللي قيمتها توصل 200 ألف دولار. السيارة الثالثة رانج روفر سبورت SVR واللي قيمتها تتجاوز 500 ألف دولار، وتعتبر من السيارات الفاخرة. المبالغ هذه والسيارة الفاخرة هذه عمرها ما تلقاها عند مواطن عادي وتتعتم عليه كل السلطات، إلا إذا كان تابع سلك سياسي، وهذا بالطبيعة اللي تقال على مواقع التواصل الاجتماعي والظاهر بكثرة، واللي دونوا برشا مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي إنه الشخص هذا عنده يد مع أحزاب سياسية في تونس، والأكثر اتهاما فيهم هو حزب النهضة الأكثر فسادا في تونس، واللي توجهت له أصابع الاتهام الكل في تواطؤه مع قضايا الفساد هذه. والحقيقة مازالت متحتمة بعض الشيء عن شكون وراء هذا الكل. في آخر الفيديو ما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوافيكم بكل المستجدات.